طبعا ال 17-01 سيدك هو مطلب لنا، نحن طالما قلنا أن اليوم ال 17-01 لمن كان يطلب منا منذ زمن بعيد تطبيق هذا القرار، كنا نقول له اذهب والزم العدو الاسرائيلي بهذا القرار، لانه اسرائيل تركت حتى الان حتى لحظه حديثي معك سيدتي ما لا ترعى 36,000 لهذا القرار الاممي الدولي، وبالتالي الاحرى بالمجتمع الدولي ان يطلب اسرائيل تنفيذ هذا القرار. وبالمحصله ايضا خلال الايام الماضيه كان هناك بيان واضح وصريح سمي ببيان عين التيمي، وهو كان نتيجة لقاء وطني جمع الزعيم وليد جنبلاط ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري ودولة رئيس مجلس الوزراء، وتحدث بوضوح عن هذا الأمر وعن التزام لبنان وأيضا دعوة المجتمع الدولي إلى أن يلزم إسرائيل بوقف إطلاق النار. وما أهمية هذا الثلاثي بما أنك تطرقت لهذا الأمر؟ يعني نعلم الاختلاف المكونات السياسية على اختلاف الطوائف وعلى مبدأ اتفاق الطائف، ما أهمية بصراحة أن يكون القرار السياسي من دعنا نقول من الرؤوس الكبار أو المسؤولين الكبار في لبنان على هذا الحزم بالنسبة لمسألة وقف إطلاق النار، تطبيق القرارات الأممية، وبالمقابل كيف ينظر اللبنانيون إلى هذه الجهود للمجتمع الدولي لربما مباحثات مشاورات لكن لا أفق حتى الآن؟ بالمحصلة سيدتي هذا اللقاء هو كان عفويا صح التعبير، لأنه بالمضمون هو يمثل كل اللبنانيين وكل الأطراف اللبنانية تتحدث من هذه المسلمات. ولكن بطبيعة الحال اليوم عندما نسأل اليوم الجانب اللبناني ما هو المطلوب واضح الصورة، لكن اليوم ما هو المطلوب للمجتمع الإقليمي والمجتمع الدولي؟ هل المبادرات اليوم الدبلوماسية قادرة على إلزام العدو الإسرائيلي؟ أقول لك حتى الآن هناك مبادرات لا شك، هناك حراك لا شك، لكن هذا الحراك لا أعتقد أنه يوازي ما هي المرحلة ودقة المرحلة والسرعة المطلوبة في اللحظة التي نعيشها المنطقة. لأنه لا أجافل حقيقة أن قلت أننا اليوم نعيش أمام فوهة بركان، واليوم بنيامين نتنياهو يذهب المنطقة إلى أن يشعل كل المنطقة، وبالتالي لن تسلم من هذا البركان أي دولة من دول المنطقة سيدتي. فالأخرى بدول المنطقة وبالإدارة الأمريكية وبالعاد أوروبي وبروسيا أن يكون لديهم حراك على مستوى هذا الضغط وهذا إن صح التعبير المتأتي من هكذا تفكير.